في إطار المبادرات، امبارح كنا عرضنا على حضراتكم مبادرة اسمعونا اللي شارك فيها عدد من الأطباء المصريين سواء الموجودين جوه مصر أو المقيمين خارج مصر. كل واحد حط تخصصات كتير جدا، حطوا أرقامهم على الأرقام الواتساب خصوصا، على بوست مجمع على الفيسبوك، كلهم في تخصصه بيتلقى استفسارات حضراتكم. اللي محتاج استشارة في أمر طارئ في أمر عاجل يقدر يتواصل مع الطبيب المتخصص ويديله النصيحة. كان معانا امبارح دكتور محمد البدري أستاذ مساعد المسالك البولية واللي شرح المبادرة. معانا كمان دلوقتي الدكتور حسام الديب استشاري الروماتيزم والمناعة عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. وأنا عارف يا دكتور حسام بعد التحية إن من امبارح للنهاردة جيل حضرتك مئات الرسائل على الواتساب من المشاهدين عشان يعرفوا ويستشيروا حضرتك. تحياتي لسيادتك. أهلا يا عمرو، سعيد إن أكون معاك على سي بي سي. شرف لينا. من امبارح طبعا رسائل كتير جدا جات لي على الواتساب. هي طبعا المبادرة، مبادرة مؤسسة اسمعونا، وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني اللي بدأها دكتور محمد فتحي رئيس مجلس امناء المؤسسة. وهي الحقيقة الهدف من المبادرة ان حاليا في عبء كبير على المستشفيات، وفي نفس الوقت المرضى قاعدين في البيوت، من الصعب ان هم يروحوا المستشفيات الا في الحالات الطارئة. فالمريض اللي بيحتاج حاجة مش طارئة، اي استشارة طبية بنسهل له ان هو يتواصل مع الطبيب في التخصص بتاعه. فمجموعه اطباء في كل التخصصات، بحيث مثلا انا في مجال تخصصي في الامراض الروماتيزميه والمناعيه، اذا في حد عنده استشاره طبيه الفتره دي العيادات قافله، المستشفيات مكرسه مجهوداتها صحيح. للحاجات الاهم وللطوارئ، المرضى قاعدين في البيوت، صعب يتحركوا، صعب ينزل الشارع. فالحاجات المش خطيره اللي مش طارئه اللي عايز يستشير فيها كويس. مش هتبقى عبء على المستشفى، لازم يشيل عبء على المستشفى. فبيبعت لنا رسائل على الواتساب واحنا بنرد عليه. يعني حضرتك جالك اسئله من مرضى روماتيزم مثلا او مرضى مناعه وحضرتك تجاوبت معاهم والامور مشيت بسلاسه سواء في التشخيص او في وصف العلاج؟ كتير جدا. شوف كتير جدا. اولا احنا الامراض الروماتيزميه والمناعيه المرضى بتوعنا اساسا مناعتهم اضعف شويه من الناس العاديه، وبالتالي هم معرضين اكتر من الناس العاديه ان هم ياخدوا عدوى بصفه عامه، ملهاش علاقه بموضوع كورونا، لكن بصفه عامه مناعتهم اضعف شويه، وبالتالي هم خايفين. وانا بطمنهم ان احنا زينا زي غيرنا، يعني مريض الامراض المناعيه ومريض العادي والشخص الطبيعي، كل الناس معرضه للاصابه بنفس النسب، بس احنا لازم ناخد احتياطنا، ما يبقاش عندنا الهلع وما يبقاش عندنا الخوف، لكن في نفس الوقت ناخد احتياطنا، نغسل ايدينا بالميه والصابون، ما نقربش من الناس، نعتزل زي ما احنا عاملين كده وكل واحد قاعد في بيته. وفي نفس الوقت بنسهل عليكم انك مثلا عندك دلوقتي مشكله في الامراض الروماتيزميه، ظهر عرض معين مش عارف تعمل ايه، بتبعت لنا رساله نرد عليك. الموضوع بيبقى سهل، تاخد كذا، تعمل كذا، تزود دواء كذا، تقلل دواء كذا كويس. الا لو حاجه تستدعي طوارئ بنقول لك بقى روح للمستشفى. طيب حضرتك على صفحتك الخاصه كنت اشرت الى احد الادويه اللي الناس يعني من تلقاء نفسها نزلت اشتريته، والمفروض ان هو بيستخدم لعلاج مرضى الروماتويد، وحضرتك وجهت نداء سواء لمرضى الروماتويد يتصرفوا ازاي او للناس اللي المفروض ما تشتريش دواء بدون توجيه من الطبيب، ان هم يبطلوا هذه الطريقه الحقيقه اللي بتضر الناس. بالظبط. احنا بقالنا اسبوعين في الموضوع ده، الهيدروكسيكلوروكين ده اسم الماده العلميه بتاعته، من اسبوعين بدا يظهر احتمالات انه هيستخدم في علاج كورونا، احتمالات. خلاص بعد شويه الاحتمالات دي بدات تتاكد واحده واحده، لحد ما الرئيس الامريكي اعلن ان هو خلاص هيستخدمه، وفعلا تم استخدامه في امريكا، وتم استخدامه في عده دول ثانيه، منها فرنسا، منها الصين، منها استراليا، وعده دول ثانيه. فبدا استخدام الدواء ده بالفعل في علاج كورونا، مع ان النتائج مبشره لكن مش كبيره، يعني الدراسات كانت على عدد محدود والعدد المحدود ده استجاب، فبداوا يدوا الدواء بناء على كده للمرضى كلهم. اللي حصل ان الخبر ده مجرد ما بدا يتعلن بدات الناس السليمه في مصر زي ما بتنزل تشتري كمامه وتنزل تشتري كحول بدات تنزل تشتري الدواء. طيب نزلوا مسحوا الصيدليات اخذوا الدواء تماما. طيب الدواء ده احنا المرضى بتوعنا بتوع الروماتويد وبتوع الزئبق الحمراء معتمدين عليهم بقالهم سنين، يعني احنا بقالي 22 سنه بكتب الدواء ده للمرضى بتوعي. فيجي المريض دلوقتي ما يلاقيش الدواء، مع العلم ان الدواء ده لما بيستخدموه دلوقتي بره في علاج كورونا، المريض اللي عنده كورونا فعلا ما بياخدش غير 14 حبايه، يعني شريط ونص. العلبه بتاعت الدواء ده فيها 6 شرايط، فاللي بينزل الصيدليه بيقول له اديني علبه،
اديني علبتين، اديني كذا، لما خلصوا بياخد لما الدواء اللي المريض الحقيقي الفعلي محتاجه يعني. بالظبط. وهي دي وانا بشكر حضرتك طول الحقيقه على الملاحظه طول دي. الوقت انا بشكر سيادتك الحقيقه دكتور حسام على الملاحظه دي الحقيقه، لان ده مهم جدا واحنا كنا كمان نلقي الضوء عليه. ربنا يوفقكم يا دكتور حسام، وربنا يقويكم، وتقدروا ان شاء الله ان كنتوا تقدموا الخدمه والمساعده، وهو ده دور الاطباء سواء اللي كان موجود بيواجه فيروس كورونا في الطب الوقائي ومستشفيات الحميات والصدر والحجر الصحي الموجود، او غيرهم من الاطباء وهم كثر اللي ما بيروحش عيادته وقافل عيادته بالليل، شغال على الواتساب مع الناس كلها سواء من المترددين على عيادته او حتى غير عيادته، فليكم كل التحية والتقدير.